اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه الدار. كيف ما وعدناكم نقربكم من اجواء الاحتفاليه للاعبين الموهوبين في البطوله الوطنيه رفقه عائلتهم. معنا اليوم صلاح الدين الباهي لاعب فريق رجاء البيضاوي اللي قدم مستويات جيده في البطوله الوطنيه وايضا في المباريات الحاسمه في الكاس الاتحاد الافريقي ومقبل على مباراه النهائي نهايه الاسبوع الحالي. اجواء عائليه اللي غادي نتقاسمها معكم مع اللاعب الرجاوي الباهي. اهلا ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة وتنتا مرحبا بك في قناة الدار. أولا كنشكرك على المجيء ديالك لوقت الدار ديالي ما بين العائلة ديالي. بهذه المناسبة كنقول عيد مبارك سعيد بالنسبة للجماهير الرجاوية والمغربية عامة. الإنسان ملي كيكون وصل العائلة ديالو كيكون واحد الإحساس اللي كيحس به أي مغربي وأي عربي كما قلت لي. حنا الذكرى هذه كنحتفلوا بها كل عام اللي كتجي اللي كتخلينا أننا نكونوا مجموعين مع الحباب ديالنا كندوزوا وقيته زوينة كتخرجك شوية من الروتين ديال الخدمة وديال الستريس ديال المقابلات ما نقولوش تمارا إنما حنا كنمشيو باش نستمتعوا حيت هذاك الدومين ديالنا حنا كنبغيو كنعطيو فيه أنا كنمشيو باش نستمتعوا ما كنمشيوش نضربوا تمارا في حد ذاتها. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر الجماهير الرجاويه اللي كتساندنا واللي كتمشي معنا في السراء والضراء. وحتى هذه السيمانه عندنا باللي راه عندنا واحد المقابله اللي مركزين عليها. هذا الشيء ما كيعنيش اننا ملي كنجمعوا مع عائلتنا ما كنساو هذا الشيء راه كيبقى في الذهن ديالنا انما كنخرجوا من واحد الوقيته ديال اننا كنكونوا مجموعين مع العائله كندوزوا معهم وقيته زوينه ولان ديما في بالنا اننا راه كيتسنانا اللي غادي نحققوا ان شاء الله اليوم الاحد المقبل ان شاء الله. الطفوله ديالي في المناسبات كايه طفوله بالنسبه للجميع يعني دزنا من ديك المرحله ديال اننا بغينا ناخذوا حوايج العيد بابا عيشور دور معايا اليوم العيد وتمشي ناخذ هذه كنخرج مع الاصدقاء في هذه الاجواء اللي زوينه واللي كنستمتعوا بها. الطفوله كانت عاديه وحتى دابا باقا عاديه يعني ما تغيرت شي حاجه لان المناسبات راه كيكون فيهم واحد الاجواء اللي كندوزوها مع العائله ديالنا وحتى الاصدقاء بطبيعه الحال. والصغر راه كنا كنفضلوا اي حاجه راه كتجيك غير شي حاجه بسيطه راه كتكبر بها وكتعجبك يعني اي حاجه. وتقريبا نقدر نقول لك شي بالون ان ديما البالون معنا ديما خاص يكون. انني كنت كنميل للرياضه بزاف يعني شي حاجه اللي كانت كتجي من الرياضه كيكون احسن بالنسبه لي. انا نخدم خارج الملعب يعني ندير اضافه ديالي وقلت لي ما لا ان ندير واحد المنطقه في المنزل ديالي اللي كنا انني باش نخدم نزيد البليس من عندي يعني بغيت نقول لك السبور داخلينا في الدم يعني كنمارسوا هذه الرياضه الا وكنبغيوها ما يمكنش انك ما تبقاش معك يوميا يعني ملي كتفيق الصباح كتبغي تخدم واحد الاكزرسيس كتلقى فين يعني الظروف اللي انني كنخدم فيها الحمد لله راه كاينه ومازال نزيدو ان شاء الله لقدام. والجمهور كيعرف باللي راه حنا تعذبنا بزاف باش نوصلوا لهاد المرحله هادي حنا ما غاديش نحطوا يدينا حنا ان شاء الله معاونين باش اننا نجيبوا هاد الكاس ان شاء الله باش نرجعوا الفرحه للجماهير ونغطيو على الاقصاء ديالنا اللي كان في كاس العرش اللي ما كناش متوقعينه اللي جا في واحد الظرفيه ديال اننا كنا بغينا باش نلعبوا على الواجهات الاربعه. هذه هي امنيه اي لاعب في الرجاء البيضاوي كان كيقولها الا كنت شفت التصريحات ديال اللاعبين كيتمنوا انهم باش يلعبوا على الواجهات الاربعه. قدر الله ما شاء فعل يعني هذاك الكاس العرش ما كانش من نصيب ديالنا. هذا الشيء ما كاينش اننا حنا غادي نحطوا يدينا حنا ان شاء الله عازمين باش ناخذوا هذا الكاس وغادي تجي ان شاء الله للمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.